واحد من اهم الدروس اللي بيتعلمها الضفادع البشريه في العالم انه علشان يوصل للهدف بتاعه لازم ينزل تحت الميه ويعوم مسافه كبيره جدا لحد ما يوصل للهدف. خلال المسافه اللي بيعومها تحت الميه بيكون في شعاع من النور واصل له سواء من القمر او من اي مركب حواليه، وكل ما يقرب من الهدف النور ده بيبدا يقل تدريجيا لحد ما يختفي تماما. علشان يوصل للهدف بتاعه لازم يوصل لاعمق جزء في المركب ويركب اللغم. في النقطه دي بيكون كل ضوء اتحول لظلم، كل هدوء تحول لتشتيت ودوشه رهيبه بسبب صوت المحركات، وتيارات الميه بتكون عاليه جدا فبتشده بعيد عن الهدف بتاعه. في الوقت ده هو بيكون عارف كويس انه اكتر وقت لازم يكون مركز على الهدف، مركز على الحاجه اللي هو راح يعملها وبس، بيكون اكتر وقت هادي فيه، بيكون اكتر وقت بيستجمع فيه كل قواه البدنيه والذهنيه والنفسيه، بيكون اكتر وقت بيجمع فيه كل معلومه درسها وتعلمها خلال الشهور والسنين اللي فاتت علشان ده وقت التطبيق. علشان كده في الاوقات الصعبه لازم تكون في افضل حالاتك. لو في حاجه هنتعلمها من الكلام ده ان احنا كل ما نقرب للاهداف بتاعتنا هنلاقي ضغوط ومشاكل وصعوبات هتواجهنا، وهنشوف الدنيا سودة، بس في اللحظه دي بنكون اقرب ما يكون للهدف بتاعنا. في اللحظه دي بنكون على بعد خطوه واحده من تحقيق النجاح. علشان كده احنا لازم نكون في افضل حالاتنا في اسوأ واحلك الظروف. شكرا ليكم، اشوفكم على خير.